اول حاجه معانا فسيخ عادي مفتوح ومتنظف ومتقدم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان في ناس كتير بتحب الفسيخ يبقى كامل زي ما هو مش مخلي، تمام. وكمان معانا اهو رنجه وفسيخ مقفولين، عشان نشوف كمان ازاي بننقي الرنجه والفسيخ ونبقى متاكدين ان هما فريش وما تبقاش في حاجه بايظه في حاجه مش مظبوطه. اولا الرنجه لازم تبقى ماسكه نفسها، يعني لما نيجي نضغط عليها صباعنا ما ينزلش ويطلع معانا، تمام. لا، يبقى اول ما نضغط يبقى ماسك نفسه، صباعي ما يعلمش على السمكيه. ده بالنسبه للرنجه تبقى ماسكه نفسها كده وحلوه. خلاص، الفسيخ بقى بيبقى لونه فضي قوي، وكمان حاساه يعني عينيه ما بتبقاش دبلانه، بيبقى باين. يعني الفسيخ كمان البايظ بالذات بيبقى باين جدا، ريحته تبقى الريحه، طبعا ريحه الفسيخ مش حلوه قوي، بس الريحه المالحه اللي احنا متعودين عليها، لو لقينا ريحه معينه كده مش مظبوطه نعرف على طول ان احنا ما ينفعش ان احنا ناكله. خلاص، معانا النهارده اول وصفتين هعملها لكم دلوقتي، وصفه بالفسيخ المخلي. عندنا فسيخ خليينه خالص، طبعا ممكن نعمله زيت وليمونه عادي زي ما انا اهو حاطاه في زيت وليمون. هقول لكم بقى الصوص اللي هحطه عليه، عايزه اقول لكم هيعجبكم جدا، وكمان بيقلل من نسبه ملوحه الفسيخ. انا حتى الفسيخ اللي جايباه النهارده مش حادق قوي، وبيكسر اي حاجه مش كويسه ممكن ان هي تعمل لنا اي مشاكل صحيه. يعني بالذات الفسيخ لازم نطهره كويس قوي بالليمون عشان نكسر اي حاجه مش حلوه بتبقى فيه. معانا كمان رنجه فيليه، انا جايباها عشان اعمل بيها بقى رنجه بصوص المستردة بطريقه حلوه قوي. تعالوا اول حاجه نعملها هي الرنجه، عشان دي هنستخدم فيها النار. الطريقه دي يا اما بنحط الرنجه في الصوص بتغلي غلوه في الحله، او بنحط الصوص وهو سخن على الرنجه زي ما انتوا حابين. انا مش هعمل خطوه الرنجه في الحله عشان ما تحدقهاش قوي. خلاص، هبدا بالرنجه، تمام. طيب، اول حاجه بقى عشان ابدا بالرنجه هحط هنا معلقه من الزيت. طبعا النهارده اخر يوم في النظام اللي احنا عاملينه، اللي بقى لنا 28 يوم عاملينه، عشان بكره نحتفل بقى بال ناكل فسيخ ورنجه ونتبسط، هيبقى محتاجين عيش. انا جايبه النهارده اهو عيش بلدي وبطاطس محمره. انا شخصيا لازم اكل مع الرنجه والفسيخ بطاطس محمره، بحس انها هي فعلا حلوه، وكمان بتقلل نسبه الملوحه اللي بتدخل جسمنا. طيب، انا حطيت هنا معلقه زيت، هحط بقى معلقتين كده بصل احمر، خلاص، ومعلقتين بصل اخضر، واخليها تتشوح على النار. خلاص، هسيبها كده تتشوح على النار. ممكن اعمل الوصفتين عقبال ما دي تتشوح، اقلبها بس كده، بصل الاخضر مع البصل الاحمر مع الزيت على النار. عايزه اقول لكم بيدي ريحه فظيعه. انا بس حاطه زيت قليل قوي، عايزه ازوده شويه. طيب، احنا كده شوحنا البصل والاخضر مع البصل الاحمر، مش عايزه يتشوح قوي، انا عايزاه يحتفظ برضو بلونه. هجيب الفلفل ملون اهو، مش عارفه انا قلت لكم اصلا المقادير، قلت المقادير يا ولاء؟ ما قلتش، صح. طيب، الرنجه اللي بصوص المستردة عباره عن ايه؟ عباره عن مكعبات بصل احمر، بصل اخضر، مستردة، ليمون، خل، شبت، فلفل الوان. خلاص، ورنجه فيليه. دي بقى بتنفع بالذات لو احنا عندنا بواقي رنجه، يعني دي ممكن لو احنا خلصنا الرنجه مثلا بكره خلاص ومش عايزين نعمل الوصفات الجديده دي، ممكن نعملها تاني يوم او تالت يوم. وفي ناس طبعا لما بتعمل العزومات بتحب تعمل مثلا يجي تلات اربع اصناف من الرنجه بطريقه مختلفه. اهو كده الفلفل الملون، ونقلب. وبعدين هبتدي احط بقى دلوقتي صوص المستردة
عايزة اقول لكم بجد هتتبسطوا جدا جدا من الوصفة دي جدا. كمان حط هنا بس الليمون كده مكان المستردة عشان ايه مفيش حاجة تترمي. معانا جنى ان احنا بعد لما نخلص نجيب كده معلقة بن ونلخبطها كده في ايدينا وندعكها كويس قوي قوي قوي، بعدين نشرف ايدينا وممكن كمان نعصر مع البن عصرة ليمون كده. عايزة اقول لكم البن كمان من الماسكات الطبيعية الحلوة قوي اللي بتبيض وبتنعم وكمان بتشيل السيلولايت اللي في الجسم. عايزة اقول لكم حلو جدا 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 البن ده، فيه فوائد كتيرة جدا جدا. من اهم فايدة ليه النهاردة ان احنا ننظف بيه ايدينا عشان ما يبقاش فيه اي ريحة من روائح الزفارة. طيب نجيب بقى كده الكاتنج بورد ونبتدي نجيب الرنجة. بصوا هي فيليه كده اهي، بصوا عاملة ازاي. خلوا بالكم بيبقى فيها شوك، فنخلي بالنا واحنا بناكل مهما شلنا الشوك بيبقى فيه برضو شوك رفيع كده، ساعات العين ما بتاخدش بالها منه، فواحنا بناكل نخلي بالنا. لو حد بقى كل شوكة وتعبته يعمل ايه، ياكل على طول لقمة عيش بلدي كبيرة كده عشان تزحلق الشوكة من ايه لا قدر الله يعني. طيب اهو كده هقطعه بس مش صغنن، يعني مربعات كده حلو اهو. بصوا شكله عامل ازاي، شكله حلو جدا جدا ومبهج جدا. هنحط بقى عليه كده ايه معلقة الليمون ونقلب. خلاص وبعد ما نقلب ابتدي كده احط في طبق التقديم بتاعي كده هنا في الارضية كده، واقوم حاطة الرنجة اللي انا يعني حاولت على قد ما اقدر اشيل الشوك اللي فيها، وناخد بالنا برضو واحنا بناكل. ابتدي بقى احط كده بقية الصوص الفظيع ده. مستردة من الحاجات اللي بتليق جدا مع الرنجة، المستردة والسويت اند تشيلي صوص برضو بيليقوا قوي مع الحاجات دي.